شكرا لك دكتور. حدثني عن الوضع الوبائي من حيث تحدثني في مدينة جدابيا وضواحيها. والله شو نقول لك، الوضع الوبائي في جدابيا سيء جدا، هو يعني في مركز عدد واحد هو المستشفى الميداني العسكري، متواجدة فيه حوالي تقريبا 26 حالة حاليا، منها 9 في العناية، 9 سريرية للعناية، هي 9 أسرة فقط. خارج المستشفى متواجد حوالي 350 حالة بعدد الحالات الموجبة اللي هي اليوم اكتشفناها بطرق الرصد التقصي. الحالات في ازدياد والعدد يزايد يوميا، هذا غير الحالات اللي يعني ما يجنش يديرهم بتحاليل او يكشفن عندنا. الطاقم الطبي استهلك بالكامل، هو طاقم طبي وحيد لها 20 يوم عندنا، محجور داخل المستشفى، ما فيش اي بديل، عزوف من الكوادر الطبية. مستشفى المقرية في يعتبر خارج الخدمة الان، يعني عندنا تقريبا 5 حالات ما قدرناش نستقبلوهم في المستشفى الميداني العسكري، ما فيش ساعة سريرية، فمتواجدة حاليا في العناية في المستشفى المقرية. حتى الكوادر الطبية مش قادرة تخدم عليها لنقص الإمكانيات، يعني حتى البدل اللي هي البي بي اي واللبس كامل معطوفين من المستشفى الميداني، يعني الوضع سيء جدا في مدينة جدابية. الناس مستهترة، ما يسمعوش بكلامنا، ما فيش حد مصدق ان في اصابات كورونا لحد الان، الا لما يصاب عنده حد بشيء يعترف انه في كورونا في ليبيا. يعني شو نقول لك، الوضع جدا سيء عندنا. طيب هل اتصلتم بالمسؤولين في الصحه او في اللجنه العليا لمكافحه وباء كورونا لتوفير الامكانيات لمواجهه الجائحه في مدينه جدابيا؟ هل وعدوكم بتوفير هذه الامكانيات؟ الدكتور هل أنت في الاستماع؟ تمام نسمعك. هل تواصلتم مع المسؤولين في اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أو في وزارة الصحة لتوفير هذه الإمكانيات التي تنقصكم في المستشفى الميداني أو غيرها من المراكز الأخرى المخصصة للعزل في جدابيا؟ نحن متواصلين مع جميع الجهات، طبعا هو المستشفى الميداني تم توطينه عن طريق القيادة العامة في 9-8 أجهزة تنفس صناعي، يعني في إمداد وصل من القيادة العامة، بس في نقص في امكانيات اخرى، يعني المفروض توفر من جدابيا. مثلا نعطيك مثال بسيط، الصحه، الخدمات الصحيه اللي هن العيادات الخدمات الصحيه في جدابيا صفر، ما فيش اي عياده تفتح. وانا كنت نبرم كنا نقيسه في ضغط الحاله في المنزل، يعني مش قادر يجي المستشفى في حاله كورونا، مش قادر يقيس الضغط، مش لاقي وين يقيس الضغط، يعني مش الحالات كلها مصابه بكورونا. يعني في امكانيات المفروض توفر من هنا، من اهل جدابيا، من ناس جدابيا، لكن للاسف هي جهات معينه فقط متعاونه معنا، اما الباقي ما فيش حد بيجاوب معنا، ما فيش حد بيدعمنا، ما فيش حد بيساعد حتى بحاجات بسيطه. يعني ففي مشاكل داخل المدينه، يعني خدمات صحيه المفروض تفتح 24، نحن في حاله طوارئ، يعني هذه كارثه حلت بينا، عدد الحالات يزايد، ما فيش اي مكان يعينوا فيه الناس يعالجوا فيه. بالنسبه للمستشفى الميداني نحن اقل الامكانيات وماشيين بيهن، ماناش موقفين لا الطاقم الطبي ولا نحن اللي خارج المستشفى قاعدين، لكن ناشد الاهالي مدينه جدابيا انهم يساعدونا، انهم يقدموا حتى الخدمات البسيطه لنا، وناشد يعني وزاره الصحه تشوف الخدمات الصحيه في جدابيا. المستشفى قلت لك خارج الخدمه الان، يعني ما فيش حد يجي يعين في المستشفى، الناس كلها موجوده في المنازل، يعني في حاجات المفروض يندار داخل المدينه، يعني ما نرجوش حد يساعدنا من برا. يعني كل مدينه الان في عدد، يعني عدد كبير من الحالات، يعني زي بنغازي ما عادش يقدروا يستقبلوا. يعني طيب ما الذي تطلبه دكتور؟ يعني هل توجه نداء او طلبا من المسؤولين في العيادات او المراكز الصحيه الخاصه في مدينه جدابيا لفتح الابواب لاستقبال الحالات المرضيه الاخرى، امراض المزمنه على سبيل المثال؟ يا ريت، وحكينا معهم اكثر من مره، الخدمات الصحيه سواء العيادات، يعني في العيادات الخاصه ما نقدرش ننجدوهم نحن، لكن عندنا عيادات عامه، عندنا 5 عيادات عامه في مدينه جدابيا خارج الخدمه هي الخمسه، وفيها طواقم طبيه، ليش ما يفتحن؟ ليش ما يفتحش امام المواطنين اللي مش جميع الناس مصابه بكورونا؟ هي خلاص هو الوباء لازم ان نتعايشوا معاه، يعني هو نحن ما فيش حد، المفروض ما عادش في حد يخاف منا، لان خلاص نقول تعايشوا معاه، ليش ما يفتحش؟ ليش ما يستقبل الناس؟ نعطوه نحن نتبرعوا، نعطوه اللبس الوقائي، البي بي اي نعطوه له، اهم حاجه يفتح للناس اللي نحن نمشي نقيسوا له بالضغط. يعني تو المستشفى الميداني العسكري هو
مركز العزل الوحيد. يعني اليوم استقبلنا حالات من راس لانوف، شوف يعني من راس لانوف، حتى راس لانوف ما فيهاش مركز عازل، البريقة ما فيهاش مركز عازل، استقبلنا حالات من البريقة، استقبلنا حالات من راس لانوف، حالة من جالو. يعني المستشفى الميداني ما يخدمش فقط على من الجداب، يخدم على المدن كلها. طيب دكتور لو سمحت لي، ما السبب؟ لماذا تقفل المراكز الصحية العمومية أبوابها في الجدابية؟ والله السؤال هذا سألناه أكثر من مرة واجتمعنا مع رئيس اللجنة الرئيسية، وهو بارك الله فيه يعني حاول أكثر من مرة أن يتواصل معهم، لكن لا حياة لمن تنادي، ما فيش أي استجابة منهم. يعني ولو عيادة واحدة تفتح بس للناس، تفتح عيادة واحدة تستقبل الناس، أو يجد نحن قلنا لهم نبوا مكان في جدابية يجد زي الفلتر، يعني فلترة الحالات، حالة موجبة تحول للمستشفى العسكري، أو حالة المرضية العادية تحول للمستشفى المجرية. لكن هذا سوء إدارة، هذا نتيجة لوضع الناس غير مختصة في أماكن زي هذينا. يعني المفروض توا نحن في جائحة، المفروض الأماكن هذينا يمسكون ناس مختصة، ناس لها علاقة بالموضوع. يعني نحن لما نقدر نحكي في كلام علمي زي الدكتور القبلي كان يحكي في كلام علمي، والله أنا متأكد أن أغلب الناس اللي مسؤولة ما تفهمش فيه، مش مستوعبين الفكرة. نحن اليوم عندنا ناس، يعني عائلة جابوا ولدهم حطوه قدام المستشفى، ما عندهمش أي مكان يمشوا، حطوه قدام المستشفى وقالوا لنا ما عندناش وين نمشوا. يعني اضطرينا أن نستقبلوه، حطيناه في الممر في المستشفى، حطينا له أسطوانة أكسجين بروحه لحد ما تريح مسكين وخذ أكسجين. يعني لو حصل مكان كويس فيه أكسجين راهو تريح، لكن مشكلة هنا ما همش متجاوبين معانا. يعني مركز عزل واحد ساعة سريرية فيه 30 سرير مع الطاقم الطبي موجود في داخل المستشفى، فهذه مشكلة كبيرة. لازم ينفتح مركز عزل آخر في مدينة جدابية، لازم تنفتح العيادات في مراكز الصحة لاستقبال المواطنين اللي هم مرضى عاديين، مرضى القلب، مرضى السكر، هذوما كلهم مش لاقين وين يعالجوا هذوما. أشكرك جزيل الشكر دكتور على هذه الرسالة التي وجهتها عبر برنامج الحدث، وأتمنى أن تلقى آذانا صاغية في مدينة